أعزائي المشاهدين، بنرحب فيكم مرة تانية. أنا والأخت فوزية ونستعد لطبقنا الرئيسي. حنعمل يخني البتنجان بالحمص. نشوف مع بعض المقادير. يخني البتنجان والحمص: كيلو لحم غنم، ملعقة كبيرة زيت، حبة كبيرة بصل أربع، عود قرفة، 10 فص هيل صحيح، 10 حبة فلفل أسود، 2 ورق غار، ملعقة صغيرة ملح، 2 حبة كبيرة باذنجان مقطع مكعبات كبيرة، حبة كبيرة طماطم مفروم، 2 إلى 3 ملعقة كبيرة معجون طماطم، 2 كوب حمص مسلوق، ملعقة كبيرة ملح، نص ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة كمون، 4 فص كبير ثوم مهروس، وللقلي زيت ذرة. أعزائي المشاهدين، الوصفة اللي حنعملها اليوم زي ما قلت لفوزي قبل شوي، اللي هي الأكلة اليومية، الغداء اليومي تاعنا. هنحتاج لحم، أي نوع لحم أنتم حابينه، بقر، غنم، بعظم، من غير عظم، زي ما بتحبوا، وبتنجان، حمص مسلوق. عايزة أغلبك شوي، تهرسي لنا شوية ثوم. أوكي. ممكن تهرسي لنا الثوم من فضلك. وايش رايك تهرسيه مباشره على القلايه هذه؟ عشان على طول انا حاشتغل فيه على القلايه. واثناء ذلك اعزائي المشاهدين، حبتدي انا احضر اللحم. انا بدي اسلق اللحم، وعندي انا دائما فكره بسيطه بخصوص سلق اللحم. اذا حبيته ممكن تسلقوه بالطريقه العاديه، او اذا حبيته تشوحوه بحوالي معلقه زيت صغيره قبل ما تسلقوه. أسخن الزيت زي ما قلنا، فقط معلقة من الزيت، زيت زيتون أو زيت ذرة زي ما بتحبوا. حضيف اللحم، كمان التشويح بعد يعطي طعم يكون أحلى. هشوح اللحم بهالطريقة فقط لغاية ما يتغير لونه، واثناء ذلك خليني انا اجهز البهارات اللي حنستعملها. هحتاج بهارات صحيحه، عندي الهيل والقرفه وورق الغار. نبتدي نضيف ورق الغار، عود قرفه. طبعا عود كبير صغير ساعات ما بنقدر 100% نحدد عمليه القرفه، حسب كل موجود يعني، وكم فص من الهيل مع اللحم. يتحمصوا ويتشوحوا برضه مع تقليب خفيف بالطريقة هاي. بس يتغير عندي لون اللحم ببتدي أضيف المي، وأنا أثناء ذلك حبتدي أجهز الباذنجان. أوكي. والثوم وين؟ الثوم أنا أخلي جنب، أنا مش هستعمله هلا. أوكي. هذا الثوم دائما اللحظة الأخيرة اللي بتشمي ريحة الأكل تلعب. آخر شيء، آخر مرحلة فعلا. بالضبط، إحنا ممكن نشيل البهارات الصحيحة بعد إذنك. خلوا بالكم انا عم بشوح اللحم. بدينا اساعد في التشويح. اوكي. انا حطلب منك هلا طلب ثاني بعد اذنك. يلا. في عندك وراكي المصفى هذه، تعطيني اياها. ماشي. اعزائي المشاهدين، بالنسبه للبتنجان حبيتوا تقشروه ممكن، حبيتوا تخلوه زي ما هو زي ما بتحبوا. ايش رايك نقشره ولا ممكن نخليه نص نص؟ نخلي نص كله. نص. ما في مشكلة، ما في وحدة نص نص، وحدة كلها ما في مشكلة. أوكي. أحتاج شوية ملح، عندنا هون ملح عندك بليز. خلي جنبي، عندي بالدرج هون. وأثناء ذلك أنا بديت أسخن شوية زيت غزير علشان عشان أقلي البتنجان. أوكي. نشيل بعض القشور زي ما اقترحت علينا فوزية، ثانيا نقشرها كلها. تغيير. هلا اللحم عندي كفايه، بعد اذنك اعطيني البصل. اوكي. حطي لي اياه، عباره عن بس بصل كبير مقطع ارباع، وابتدي اغمر اللحم بالمي علشان يستوي. عادي كاني انا هلا بسلق لحمه، بس انا ايش عملت؟ اعطيتها بس هيك شوي طعم مختلف بعمليه التشويح. ممكن اذا لقيت خفيفه يعني، اذا لقيتوا حالكم ما حابين الفكره عادي حطوا المي والملح مباشره واشتغلوا. لا احلى كثير كثير. هلا باخذ البتنجان واقطعه الى مكعبات كبيره. رش عليهم ملح. نحسي. رش عليهم ملح بعد اذنك، انا حبتدي اولع عندي هون الزيت. بس خليهم عندك هون، ممكن
حطي لي اياهم هون، شو رايك؟ بس عشان اخليها تبقى قريبه عنا، حقبرهم بشويه مي زي ما قلنا، شطفه سريعه بس واشيل. احط لهم مي؟ اوكي تفضلي. اوكي ممكن نحطهم ثاني بالمصفى، شو رايك؟ جيب لنا اياها ثاني. ايه انا خليها قريبه علينا. وخليني نبتدي نقلي الباذنجان. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلي بالنا بس برضه من المي، ما يخاف نشفها، ممكن نشفها مثلا. انت ممكن تنشفيها بس مش محتاجه، هي يعني ما فيش خطوره، بس احنا دائما الشبك هذا بحب اخليه لاي ظروف، بترفعي بالشكل هذا بتحمي، يحمي طبعا لاي تنازل من الزيت. ايوه نبتدي نحط قطع الباذنجان بهالطريقه، واثناء ذلك زي ما شفنا اللحم عندي جاهز ياخذ غلوه لبين ما انا بجهز بقيه الخطوات. اعزائي المشاهدين نتاكد الباذنجان اخذ لون الذهبي، شو رايك يا فوزيه؟ اعتقد معقول هيك. اي خلاص اوكي، بس انا قبل ما احطه بعد اذنك خلينا نضيف المعجون الطماطم. طبعا اعزائي المشاهدين اذا حبيتوها على ادامها بنسميها هيك بيضه، ممكن في ناس بيحبوا اليخني تصير اللون ابيض من غير من غير ما نضيف الطماطم. وفينا نكثر كميه المعجون اكثر من اللي حطيتيه. احنا معجون الطماطم بقيدنا الطماطم نفسها. اعطيني اياها من فضلك اذا حمراء او لا. اذا لقيتوها فاتحه ممكن تزودوا طبعا حسب الموجود بالسوق. طبعا هضيف الطماطم. اتفضلي واقلب وخلاص. هيك عندنا الباذنجان اصبح جاهز بقدر اشيله. خلوا بالكم احنا الباذنجان بنحطه في اخر وقت بس عشان اخر لحظه ما ينهرى اثناء الطبخ، نتاكد انه اللحم مستوي يعني اخر مرحله. خلاص بنشيل الباذنجان ومباشره ممكن ناخذه على اليخن غير ما نصفي. مو شرط بالضبط، ما في داعي. اذا حابين تجهيز مسبق ممكن نحطه طبعا على قطعه من ورق المطبخ ونخليه. أيوة. حتى لو حطيناه بالثلاجه على فكره ما بصير له ابدا اي شيء، اللحم نكون طبخينه قبل وقت حطيناه بالثلاجه ما بصير له ابدا اي شيء. طيب حتى لو قبل بيوم، حتى اذا سوينا الاكله كلها على بعض في الثلاجه وطلعنا يوم ثاني سخناها ما بصير له اي شيء، بس هو الباذنجان ممكن يطرى معك شوي عشان حيبقى يدبل. يعني ما حيضله شوي ماسك ال صح. حنضيف الحمص. الحمص برضو عندنا مستوي فما بيحتاج ابدا اي طبخ، مثل ما قلنا يا ما يكون معلب او مستوي نحن من قبل. هلا بضلها الخطوه الاخيره، هلا ابتدت الريحه تطلع، خدتي بالك؟ ريحه حلوه. الخطوه الاخيره اللي هي الثوم، وزي ما اتفقنا هذه الثوم بتبقى قبل التقديم على طول مباشره. تتذكر فوزيه احنا قلنا تجهيز مسبق بيمشي الحال. ايه صح، عشان انا اعطي هيك الطعم فريش للاكله وتفتح النفس ممكن اخلي التومه بس قبلها بوقت. ايوه فكاني بجددت الطعم كله اول جديد. صح حضيف شويه زيت او اذا حبيتوا سمنه على حسب نوع الدهن اللي انتم حابين تستعملوا. هذا زيت ذره. ممكن سمنه ممكن زيت ذره زي ما بتحبوا. هحتاج برشه كمون مع الثوم بس عشان ياخذ من غير اي نوع من الاعشاب. لا خالص هذا بس يبدا ياخذ اللون الذهبي مباشره على طبعا على اليخني. ناخذ شوي من المي هذه كل واحد يدير باله يعني عشان ياخذ كل الطعم من اللاي هذه. هيك اعزائي المشاهدين احنا هيك بعد ما نضيف الثوم يا دوبك غلوه بس هلا عندي تسبك اليخني، الريحه اصبحت مش طبيعيه. حلوه فعلا. طبعا بنحتاج جنبه طبق رز الفلفل، رز بالشعريه اذا حبيته او رز ابيض، او اذا حبيتوا تعملوه رز مشخول اذا عايزينه مثلا مع رز بسمتي. هو طيب مع الرز بالشعريه يعني بيبقى طيب بشاتك. اعزائي المشاهدين ان شاء الله اليخني اللي انا وفوزيه عملناه صح اكثر شيء مشكوره ان شاء الله يكون عجبكم ونبتدي نستعد لتجهيز طبق الحلو.
يخني الباذنجان والحمص.